میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ جناب حافظ نعیم الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اذرائے کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اس باوقار مشاعرے کا اور جلسے تقسیم انعامات کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آیات الكتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تأكلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصد رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، آمنت بالله صدق الله العظيم۔